مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ جاي اتكلم معاكم افضفض كده شوية. زي ما انتوا شايفين طالعه لكم بالبيجامة والشعر منكوش ومن غير ميك اب، نحب نفضفض مع بعض شوية. قاعدين بقى في البيت، اجازة، امتحانات اتأجلت، قاعدين بندردش مع بعض. بما ان المدارس الامتحانات اتأجلت بقى وشغالين الاونلاين ميتنج زي ما احنا، وفي ترم تاني برضو شغال اونلاين، والله اعلم بقى السنين اللي جاية ماشية معانا ازاي، ففي مشكلة لازم نتكلم فيها اللي هي ايه بقى؟ قلتولي اللي هي ايه؟ اللي هي الاونلاين كلاسز. احنا كانت مشكلتنا كمدرسين قلقانين من الانترنت، بعون الله وفضل الله وحده بقينا نبوس ايد الانترنت يقطع عشان نستريح شويه، بس ما بيقطعش الحمد لله، سواء في المدرسه سواء في البيت. عدينا من مشكله الانترنت، نيجي بقى للبنات الحلوين الامامير السكر دول، السكر اللي كاني بتعرف عليهم لاول مره. طول الحصه بنضيعها، افتحي الكاميرا افتحي الكاميرا يا حبيبتي، افتحي الكاميرا يا امي، ابوس ايدك افتحي ما فيش. يا ميس انا اصلي لسه ما فقتش، يا ميس انا شكلي وحش. خلاص لسه شايفه شكلك النهارده يا ماما، لسه بصيت نفسك في المرايه النهارده حبيبتي. سيبك شكلك ده خلقه ربنا، خلصنا. انا مدرستك، مش عريس جاي اتقدم لك، انا مدرستك، خليكي طبيعيه. هشوفك انا بتهببي ازاي، هشوفك نايمه ولا صاحيه، في اي مكان، بتعملي ايه، تكتبي ورايا ولا لا، هعرف هنجم اكيد لا. فرعوني رعوني شويه، رعوني، مش كده، مش كل حصه هضيعها في افتحوا الكاميرا حبايبي. دي وجهه نظر مدرس، نحب نشوف وجهه نظر المدرس التاني. يعني احنا في نفس البيت اتنين مدرسين، بالكم انتوا اتنين مدرسين وتلات عيال، كلنا شغالين اونلاين بعون الله، وبرضه النت ما بيقطعش. نشوف بقى وجهه نظر المدرس في فتح الكام مش في قفل الكام. ومساء الخير، ازيكم عاملين؟ بصوا انا عندي مشكله تانية. هو ما الموضوع ده جاب لي افتكاري والله العظيم. والله يعني انا مثلا ابقى قاعد في امان الله، طبعا كان عندي مشكله الكاميرا ومش عارف ايه وبتاع، او في الاخر الناس الحمد لله فتحت الكاميرات، ويا ريتهم ما كانوا فتحوا الكاميرا. مره من المرات احكي لكم كم موقف. كان كور تبع الانستيتيو بتاع، كان الكلام ده في الصيف. نعمل ايديت، نعمل ايه؟ لا لازم كله يعرف عشان لا نعمل ايه، مش لازم تبع، مش لازم تبع ايه. المهم اللي حصل ايه، كويس، المهم ايه، كان عيال بتوع البيان كده وبتاع، المهم ولد كده غالبا قاعد ورا منه في مرايه، المرايه عكسه طبعا اللي قدامه، تمام، مع الله اعلم بس ست الوالده ولا خالته ولا مين، المهم يعني شخص ما قاعد بالكومبليزون وحاجات باظه وطالعه. لا 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 ايديت ايه والله، لا بجد انا ذنبه، انا يعني انا كبني ادم ذنب امي ايه ان انا اشوف المناظر دي، كويس. طب بلاش يعني المرايه كفايه، لا جايه ورا الواد ومعديه رايحه جايه، يخرب بيت شكلك يا وليه، ما تتهدي بقى في حته يعني، جرستي الواد مش كده بجد ورا العظيم. لا واللي تيجي بقى تملي مثلا ايه، مثلا خلاص البنت كده فبتقول لها الاجابات، حبيبتي انت خلصتي تعليمك يا حبيبتي، تعليمك خلص، خلص اتخرجتي. موقف تاني بقى حصل برضو، الكلام ده كان تبع الفصل بقى، كويس، يعني مع دلف برضو وبتاع، كويس، وولاد بقى ومش عارف ايه وكلام من ده، وفي الكوره عادي شغالين، وراجل الحمد لله كده كبره زار ابوه بقى ولا ما علينا، ومعدي وركز مع المستر يا انا والله انا اسبهليت، الواد قاعد في امان الله، واشوف حته قفا عباسي نزل على قفاه غريب، يعني اللي هو في ايه يا معلم. وبعدين انا عندي مشكله تانية، ما احبش كلمه مستر، كلمه مستر بتعصبني. مستر 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 بتعصب من كلمه وبعدين بقى ماما اللي تيجي بقى تزعق لها اوضتك مش نضيفه، يا حبيبتي اول ما تشوف اوضه بنتك مش عارفه ان هي معفنه من يومها يا ماما، مش كده بقى، مش كده كفايه، كورونا وبننزل مدارسنا، كورونا واخدناها اونلاين كلاسز وشغالين، شكرا.